برشا ميزيريا برشا فقر. ما فماش شباب ما عندوش قيمته يعني. ما عندكش فلوس تموت. برشا ناس مات محرومين. تخدم ما تخدمش ديما ناقص. أول بلاصة تحلم تسافر لها شنو؟ بلجيكا. علاش قلت لي بلجيكا؟ غاديك تلقى مورالك وتلقى قدرك تلقى قيمتك. تكون حياتك. كل ما لقيتهمش في تونس؟ فماش في تونس. علاش؟ الرحمة لا في تونس. شنو اللي يخليك تقول هكا؟ شنو التجارب اللي عشتهم باش تقول لي اللي أنت معناتها ما تلقاش قدرك في تونس؟ برشا ميزيريا برشا فقر. ما فماش شباب ما عندوش قيمته لأني. تخدم ما تخدمش ديما هي الحكاية. باش تعرس باش تعمل دار يلزمك 70 مليون. منين بتجيب 70 مليون؟ تقرا تشد الحيط. ما فماش قراية أصلا. ما عندكش فلوس تموت. وبرشا ناس مات. وبرشا يوصل عمره 40 تقول عمره 70. وقتاش تقول البلاد وقت اللي اعطيني باسبوري ويقول لي امشي وين تحب، وقتها نعرف اللي هذيك حريتي وهذيك كرامتي. اما ما فماش هذايا ما نستعرف حتى بواحد وما نخب حتى واحد. تحكي بحرقه. نحكي مغلغل. كان تو يجي شقف انا نقز اول واحد ومعرس. ما عندك صغيرات؟ ان شاء الله اثنين صغيرات. ان شاء الله ربي يرزقك بالاولاد معناتها. فوضوا مشاكل، فوضوا مشاكل. ذرية صالحة. سيبوه الشباب خليه يمشي، اعطيه اوراق خليه يمشي، علاش هو ما غادي يجيني بطاقة تعريف معلم؟ بطاقة تعريف يجي لهنا فهمت يعيش كيما يحب وبقدره وبقيمته، علاش احنا ما عندناش قيمة؟ اعطيه انا بالرسمي ميساج لقيس سعيد، خويا سايبنا خويا، سايبنا خلينا نمشي نخدموا على رواحنا. كي تحكي لي على تجاربك الشخصية. شو مال الخدم اللي خدمتهم؟ برشا برشا خدم برشا خدم. كيما شنو؟ برشا. كل شيء خدمته أنا. أي حاجة تخدم خدمتها. خدمت البني، خدمت الدهن، خدمت الجبس، خدمت في السوق، أنا يعني نخدم في السوق، كل شيء. مشيت ليبيا قعدت فهمتي لها 10 سنين، نمشي ونجي ونخدم، فهمني؟ وباقي شيء. علاش؟ خاطر البلاد صعيبة لهنا. ما فماش. برك انت شنو هو الحل اللي احنا ارضنا عنا الارض دوله ما تعطيكش دعمني اعطيني 100 مليون باش نتحرك نعمل سنتاج نسيب ما فهمتي ولا نزرع نعمرها الارض تصبح تنتج اعطيني لو تحكي لي على فرحتك بتواجدك تونسي من 1 ل 10 فرحتي 2 على 10 2 لشنو 2 للوالدين ربي يرضيهم علينا زوجتي وجوزتي زير ولا البامبينو اللي جاي في اثنين ان شاء الله عم ولا اثنين عم زيدوا تاو ان شاء الله ان شاء الله هو يقول لك ديما كي ترضى بالقليل وتصبر يجيك الكثير هكا ولا ان شاء الله هكا انت تو شنو عندك خدمتك شنو نخدم انا نخدم على بعض وما سايب شيء قلت لك نخدم الهندي خدمة نهار ما فاعل خدمت سيكوريتي خدمت كل شيء خدمته ما لقيتش روحك في حتى خدمة؟ ما لقيتش روح جايبوا الليل هزوا اللي جايبوا النهار ماشي مصروف شو حلمتك؟ حلمتي البلاد هذيا تتقدم وتحيا الدنيا والشباب يعيش ونرضوا والدينا ونحجوا والدينا نعيشوا مورالنا يبدا به نعيشوا علاش محرومين نحن في تونس برشا محرومين تخدم ما تخدمش ديما ناقص والحمد لله عايشين برحمة ربي مش برحمة تونس ربي.